لماذا التردد أيها الباشق؟ ألم يعدك أبوك بذلك؟ أجل، لكن وجه أبيك البارحة لم يهبني الأمان لأطلب منه ما أريد. أبوك البارحة كان غاضبا من أبي طراقة ليس إلا، وغضبه سرعان ما يزول، فهما صاحبان. المهم أن عقابا عاد واستقامت الأمور في رأس أبيك. هيا أيها الباشق، تحدث إليه، فهو الآن يملك ثروة طائلة ويستطيع أن يقيم لك عرسا ما أقامه ملك لولده. 7 أيام، 7 أيام بلياليها تكون فيها خيامنا مشرعة وأذرعنا مفتوحة للضيوف. إنه عرس بكر بن الوهاج. أطلب منه أن يزوجك ابنة أبي عكرمة حسناء، فهي الأجمل في قبيلتنا. ولكني فهمت منه أنه يريدها زوجة لك. أنا لا أفكر في الزواج الآن، حتى وإن فكرت فيه فسأتزوج من خارج القبيلة. من خارج القبيلة؟ من؟ عندما تتزوج حسناء أقول لك من. أيها الباشق، هل أسر لك بأمر؟ جلمود سيطلب حسناء من أبيها، فإن تقاعست سبقك إليها. صحيح أنه صاحبي، لكنك أخي الذي أحب، أخي الأكبر. هيا هيا تحدث إلى أبيك، وإياك والتردد. هيا. ولكن ما يفيدك زواج الباشق من حسناء؟ يفيدني أن الفتاة التي اختارها لي أبي ستكون من نصيب أخي، فأتحرر منها طوقا حول عنقي. ومع هذا فلا أظن أن أباك سيوافق على زواجك من ابنة الباهلي. خولة، خولة ستكون لي أوافق ابن الوهاج أم لم يوافق. أرى أن اللون قد خطف منكما. ربما لأننا نعرف أنك لا تخالف أوامر أبيك. إلا في أمر زواجي، فلا أريد أن أحظى بامرأة أعيش معها أبد الدهر مكرها، بينما من أحب تنتظر أن أمد لها يدي. أنت أخبث مما توقعت يا أسامة. هو ليس بخبث يا جلمود، إنه الدفاع عن البقاء. أما حجة أبي في أن عاصم الباهلي ضعيف وليس قادرا على حماية دياره، فهذا شأن عاصم لا شأن ابنته خولة. خولة ستقيم معي في قبيلة تشهد الأرض بقوتها. مع هذا فإني سأعمد إلى إقناع أبي بقبول خولة كنة له. المهم أن تهيئوا أنفسكم لرحلة الصيد. هل أعلمت أباك بذلك؟ لست عقابا لأغادر دون أن أعلمه. قل لي يا أسامة، هي رحلة صيد أم رحلة للوصول إلى ديار خولة؟ الاثنان معا يا سراقة. فقد اشتقت لخولة وطال انتظارها لي، فلا أقل من أن أطفئ نار صبرها، أليس كذلك؟